الشاعر أيوب المرزوقي. كأن ما تغير شيء، زعم ما تغير شيء، ما زال جاثم على صدري ضيق وحيرة وسؤالات وصرخة حد في شعري وظلمة تلبس المشهد رهيبة ما قبلها ضيق زعم ما تغير شيء. غريب الكلمة بشعاري، غريب البيت والصورة، والأغرب نظرة عيوني تنظر من وراء صورة زعم مستويئتنا ما وصف وضع بشعورة، لأن المستوى الراقي يحتم وضع أخلاقي، لأن المستوى الراقي يحتم وضع أخلاقي، عدادة لفظ متمرد من التهذيب متجرد، ألعن سب واشتم وخير كلمة محكورة، هذه الكلمة تعبر عندك لتصبح شاعر الثورة وضميرك مستنير وحي زعما ما تغير شيء. مرادف لغة الحاضر، مرادف لغة الحاضر، وعيك يعني شتمان ويعني تلغي الثاني ويعني مما لا يعني انك بالوضع معني، لان الوضع صار عندك جملة حلوة المنطق ولازم انها تنطق بدون احساس وجداني. مرادف لغة الحاضر، سياسي يعني مآسي، يعني صوتي ساسي وينطق باسمي عن نفسي ويلغي حقي واحساسي، لان مرادف لغة الحاضر سياسي يعني مآسي، يعني صوتي ساسي وينطق باسمي عن نفسي ويلغي حقي واحساسي، ولان مستوي تاني في عالم يلغي الثاني بديت تعريفي في فكره مواطن ما عرف مصلحته، وما دام هو سياسي وما دام اللعب كراسي تغير شيء عدي ما تغير شيء، مشي ظالم عن المشهد تواجد بعد من الظالم وما زال باقي العدد شوي، وهو نفس الشعار لنا، هو نفس الشعار لنا، معايا تعيشوا في جنة وكل من أجل المواطن، وكل من أجل المواطن وخياراتك أكيد نعم وترفض لا أكون، لكن وكل من أجل المواطن وكل من أجل الوطن، تعال نحقق أحلامك، تعال احفظ معلم بلادك عزيز الحلم كسابق وبفضل العزة والثورة بدي يمكن تلف الراية على بدنك وهي كفن، وكل من أجل المواطن وكل من أجل الوطن، اطلق عمام أفكارك، الثورة عن راسك شعارك، وامشي يسارك يمينك يمينك يسارك، وافرح بالحرية عايش، لأن الحرية مرادف حلم مدفوع الثمن، وكل من أجل المواطن وكل من أجل الوطن، لعد سجنك ولا المنفى، لعد سجنك ولا المنفى، لغير السجن جدرانه، لعد سجانك وعنفه ولا قضبان وهانة، لأن سجنك الحالي مرادف كلمة وطن، كل من أجل المواطن كل من أجل الوطن، إذا نزلت غزير أمطار يكون الواد مجراها، تعال نجمع الصورة على أحداث عشناها، تعال نجمع الصورة على أحداث عشناها، على شنو
جموع الناس، علاش ناضت جموع الناس؟ علاش ناضت جموع الناس؟ لجنة النهب والنهرات، لجنة الفرق عقبها، وكيف يصير من النهب بصوت لا لا يكفيني، وكانت روحها في ايدي هدية براية تحميني تصير ايدي، بعد ما طاف طاف الجارة سكينة يكون منهم تاريخ اسود زعيم في لجان الحي، يكون صوت اللي رد الدين، يكون صوت اللي رد الدين، توفى من طهر وحاد للشعب يوما، يكون صوت اللي رد الدين، توفى من طهر وحاد يتاو منطق لسانه على ابشع قذورات، وكيف اللي يحمي ظهري، وكيف اللي يحمي ظهري ودفعني بدفعة النخوة ونطقها بعضك إحساسا، مدامك تونسي يخوة يصير الجلد في ذاك، يصير الجلد في ذاك كأن غاية أو شهر، كأن الظلم في عين تعاقب للبدالة فين، زعمة ما تغير شيء، لا أكيد فينا تغير شيء، أكيد فينا تغير شيء، وكأنما تغير شيء. شكرا.